السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي اقول لك ازاي تجيب الرخصة والنمرتين والملصق وتعمل الكلام ده في يوم واحد. اول حاجة هنعملها ونصلي على النبي. تاني حاجة المكنة دي ترخصت 3 سنين من 2023 ل 2026. نركن حوار الرخصة ده على جنب، كده احنا عرفنا ان هي ترخصت 3 سنين. طيب هما ادوني النمرتين وادوني الملصق، طبعا انا عشان لسه مستلم الحاجات دي فقلت اوريكم الحاجات دي بتركب ازاي والمكنه دي ايه عيوبها وايه مميزاتها. اول حاجه المكنه دي فيها حاجه جميله جدا اللي هي فيها جهاز انذار، ماشي؟ دي اول حاجه احنا نعرفها عن المكنه دي. بصوا يا جدعان، وفي هنا بنفتح الشلته، طبعا الشلته بس اللي في الهوجن والدي 4 والحلاوه اكسبريس اللي بتتفتح. تاني حاجه يا جدعان، احنا في درج هنا، بصوا ده غطا بنجيب العده بتاعتنا الجميله. طب يا جدعان احنا طالما جبنا العده يبقى احنا وصلنا نص الخط كده، فاحنا يا جدعان اول حاجه هنعملها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا مفتاحين، هنعمل ايه؟ هنفك المسمار اللي ورا ده وهنركب ايه؟ النمر. طب يا جدعان واحد يقول لي مثلا انت النمر كلفتك كام والترخيص كلفك كام؟ بص يا حبيب قلبي، انت عشان ترخص المكنه دلوقتي 3 سنين بالميت وانت رايح المور تحط في جيبك 3000 جنيه. ايوه والله 3000 جنيه. ارجع شويه يا عمر كده، ارجع شويه كده. بص يا جدعان تعالى بس هنوري الناس، احنا بنحط المسمار من هنا، من هنا كده، وبنركب النمره. طبعا النمر دي احنا ما ينفعش نمشي من غيرها لان احنا بلد فيها قانون، فاحنا النمر بنحطها بنفس الطريقه دي كده لحد بس ما نجيب ستاند بتاع نمر وتركبها. فاحنا دلوقتي بنركب النمر كده شيشنا بس، يعني بس برضه تربطها اوعى توقعها، انت النمره لو ضاعت هتروح فيها. فطبعا يا جدعان دلوقتي الحاجه اللي انا بقول لك عليها ان انت وانت رايح المرور هتاخد معاك 3000 جنيه، 3000 جنيه هتشاور نفسك بيهم، هتروح ب 200 جنيه زي حالتي. طب يا جدعان انا دلوقتي دخلت المرور، رحت عملت الفحص، اول حاجه عملتها الفحص. بعد ما عملت الفحص دخلت على الاستاذ اللي كان قاعد، قلت له انا عايز ارخص المكنه، عمل لي حاجه اسمها اداني مثلث، عشان بس نبقى فاهمين، اداني مثلث كبير بتاع عربيه مش بتاعي، واداني اتنين مثلثين صغيرين، واداني شنطه اسعافات وحاجات اصلا انا ما اعرفش اشيلها على المكنه. قال لي هدفعك 500 جنيه بدل 800 جنيه، وقال لي هعمل معاك واجب مع اساس ان انا قريبه، يعني انا لو قريبك مش هتعمل، انت بتعمل معاه واجب ليه يا عم؟ المهم يا جدعان يعني ان هو قال لي هعمل معاك واجب وهدفعك 500 جنيه بدل 800 جنيه، وطبعا هو لا عمل واجب ولا حاجه لان هو ما يعرفنيش اصلا، ومش كل ما اشوف حد، اكيد كل ما اشوف حد يقول له هعمل معاك واجب. بس فكنت داخل بال 3000 جنيه، خرجت من غير ال 3000 جنيه والحمد لله. دلوقتي طبعا انا بحل المسمار بتاع الرفرف اللي قدام عشان اعلق فيه النمره، طبعا عشان ما ينفعش نمشي من غيرها. طيب يا جدعان انا كلمتكم على المميزات بتاعه المكنه دي، ومميزات المكنه دي ان هي اتنين مساعد ورا، مكنه حماله اسيه، مكنه صاحبي اول ما شافها بيقول لي فين المكنه بتاعه الانابيب، يعني معنى كده ان هو عارف ان المكنه ده الله اكبر ممكن تشيله هو وايه واي حد. يعني المكنه دي كان معانا واحده الله اكبر ركبنا عليها 6 انفار وكنا رايحين بيها السلام. فمعنى كده ان انا بعت الثانيه مش عشان اجيب مكنه منظر، ولا الثانيه دي منظر ولو طلعت تجري جنبي بصوا هاكل بالاسفلت، يعني هسابقه. فالفكره في ايه بقى يا جماعه؟ ان انت تجيب مكنه بتاعت شغل، تجيب مكنه حماله اسيه. طيب المكنه دي اسمها هوجن 4، بس دي جامبو، ارجع كده وريهم، دي جامبو جامبو لان في منها ال 150 العادي. طيب دلوقتي انا ربطت النمره قدام زي ما انتم شايفين كده، طبعا لازم اقرط عليها كويس عشان التقريب ده مهم. فيا جدعان المكنه دي انا قلت تاني اسمها هوجن 4 جامبو. المكنه دي سعرها بره كان عامل 30 واكتر، انا طبعا جبتها من معرض، المعرض ده طبعا يعني طلع ارخص معرض انا رحت له، اشتريتها منه ب 28.5، ورخصت 3 سنين ب 3000 جنيه. و يعني بصوا يا جماعه المكنه دي بقى انت معاك هنا صندوق صغير ممكن تحط فيه حاجه، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت معاك برده تحت الشلت هنا جهاز الانذار، ده برضه ممكن تعمل فيه حاجه. تعالى بقى اقول لك انا مميزات المكنه دي، مميزات المكنه دي اللي بتنزل بالحماله دي وبتنزل بالاستندات بتاعت الرجل وبتنزل بجزء المساعدين دول، مش مساعد واحد في نص المكنه، يعني المكنه الثانيه كنا بتدوس عليها بتنزل، بص المكنه دي اللي بينزل حته صغيره قوي، المكنه دي ممكن نركب عليها 4 انفار وتوديهم اي مشوار عادي.
طيب المكنه دي انا اول ما اشتريتها عملت فيها ايه؟ رحت جبت كسوه للشلته. لو انت هتجيب مكنه زي دي انصحك ان انت تجيب مكنه زي دي او تجيب حلاوه وتجيب ضاي مكنه شغل، مكنه تطلع تشتغل بيه ساعتين ثلاثه ربنا يكرمك. انا كل اللي عملته اشتريت الكسوه بتاعت الشلته دي جبتها ب 65 جنيه وجبت الهولدر بتاع التليفون ده بالشاحن، الهولدر ده بالشاحن كان تقريبا عامل فرنج ال 100 وحاجه، وجبت لمبه قدام زينون طرش ما هو بص لمبه كده يعني ايه زي الشمس اللي ضربه فينا دي حرقتنا. المهم يا جدعان ان انا ما عملتش فيها غير الثلاث حاجات دولت. وطبعا اول ما بتجيب المكنه بتجيب المكنه دي الموتور بيبقى فيه زيت اسمه زيت حفظ، اللي يقول لك امشي عليه 10 كيلو ده كداب. انت تجيب المكنه تروح منزل الزيت جايب تشيل ادفنسر وتروح منزل زيت المكنه وحطه، يا علبه الزيت ب 100 جنيه مش زي المكنه الثانيه تروح تجيب زي الزيت ب 300 جنيه ولا 320 جنيه، ليه ادفع 300 جنيه في زيت الزيت؟ يعني انا كل ثلاث ايام اشتغل اروح اغير زيت ب 300 جنيه؟ ايه يا عم في ايه؟ المهم يا جدعان ان الناس النهارده شافتني انا شغال بالمكنه وقعدت تقول لي الف مبروك ومكنه جميله، والزبائن اللي بتركب وراها بتبقى قاعده مستريحه، مش الزبون يجي يركب وراها يروح عامل لي تحس انها بيركب جمل ويرجع يقول لي المكنه عاليه المكنه مش عارف ايه، وزبون يقول لي المكنه دي ما بتجريش اقول له معلش يعني ده المكنه الثانيه، انما المكنه دي يا جدعان ما شاء الله ما شاء الله جميله. طب تعالى بقى اقول لك عيوبها. عيوب المكنه دي ان هي بقت في حاجات بتتصنع فيها في مصر هنا، ده عيوبها. طعم الصاج ده بقى مصري. المكنه دي المفروض 200 سي سي جامبو، المكنه دي جايه الجنب مكتوب عليه 150 جامبو والتانك مكتوب عليه 150 برضه، فالمفروض ان انا المكنه دي كنت استلمها بتانك 200 مكتوب عليه 200 وجنب مكتوب عليه 200، مش لازم اروح للميكانيكا او اساله المكنه دي عشان اتاكد 150 ولا 200. تعالى بقى اقول لك على العيوب برضو. الجنب بص الجنب هتبص هنا هتلاقيه مش مريح، يعني انت هتبص هنا بوري لهم كده عمر، هتبص هنا هتلاقي الجنب اصلا مش قاعد مستريح، بص عالي وواطي والجنب من هنا مفلق، ده عيب تاني. تعالى بقول لك العيب التالت. العيب التالت هنا برضو كشاف الورق تحس ان هو يعني كشاف لسه مكسور ومغيرينه مفلق، ده عيب تالت. العيب الرابع في المكنه ان في صوت بيحصل فيها اول ما بتيجي تبطلها، ده عيب رابع برضو. العيب الخامس ان المكنه دي المفروض تنزل تيوبلس، هم منزلين فيها شنابر، بس انا كده كده هروح اشيل الشنابر وهجيب بالفين وهقلبها ايه ان شاء الله تيوبلس. طيب ايه اللي انا كنت بقوله لكم تاني في المكنه دي؟ اللهم صل على النبي، قول اللهم ذكرني. انا دلوقتي كل اللي انا عملته رحت ركبت الحامل وركبت اللندا وركبت الكسوه بتاعت الشنطه وما عملتش فيها حاجه تاني وطلعت اشتغلت. المكنه دي بقى فيها عيب. بص يا عمر انت هتبقى واقف وانا هسمعك العيب ماشي؟ خليك واقف زي ما انت. العيب ده في الفرامل، فهسمعك صوت الفرامل هتعمل ايه وانا بجرب دلوقتي. عشان انت لما تشتري مكنه تجرب الحاجات دي في المعرض. بس هو الصوت دلوقتي حاليا مش عاوز ايه، طبعا ان انا بوريكم حاجه فطبعا لازم، انا مش كذاب على فكره انا ساتر، بس هو الصوت فعلا مش عاوز ايه دي. فحتى بص الفرامل انت بتنزل الاخر عشان تفرمل. انا طبعا كنت واحد بركب ياباني وبركب بينيلي طبعا توت التلبه، فالمكنه ما كانتش ليها اصلا يعني غير باكب ورا، انما دي مش باكب، فدي المكنه دي نازله بقى بميزه حلوه قوي. المعرض اللي انا شاريه منه فيه ميزه حلوه قوي ان العداد ده ديجيتال. تعالى كده يا عمر بص يا جدعان، العداد ده ديجيتال، عداد ديجيتال. هبقى اعمل لكم فيديو اوضح فيه اكتر من كده، بس يا جدعان اللي انا عايز اقوله لك ان انت يوم ما تروح ترخص تاخد معاك 3000 جنيه، ويوم ما تنزل تجيب مكنه تجيب مكنه بتاعت شغل ايا كانت موتورها عامل ازاي او شكلها، ما تاخدش بالشكل خالص، خد مكنه تكون
تريحك، مكنة تبقى كويسة، مكنة كل حاجة تريحك. وخلي بالك المرور والحاجات دي بتخلص، يعني الناس فيه طيبة والناس فيه كلها بتترضى والناس كلها عسل، وهتخش بال 3000 جنيه مش هتخرج بيهم اصلا، فده طبيعي جدا يعني. واي حد عايز يعرف حاجة عن المكن، بص يا جدعان عشان في ناس سألتني كتير وانا ما بعرفش ارد على الناس، اي حاجة عايز تسألها سيبها لي في الكومنتات. طب المكن البوكسر جميل، المكن الهوجن جميل، المكن الهوجن 3 جميل، المكن الضربة جميل، المكن الحلاوة جميل، المكن ده كله جميل، مش بعيب فيه. المكن اللي انا مثلا بعيب فيه اللي هو اللي ركبته حسيته ان هو ورق زي البنيلي، مكنه ورق، فما تجيبهاش للشغل، ما تنفعش معاك للشغل. فاي حد عنده سؤال يكلمني، اي حد عايز يشتغل في البرنامج اللي انا شغال فيه يكلمني، وانا بعت رقم حد وانزل اللينك بتاعه في البايو، وكده كده ان شاء الله ان شاء الله هرد على الاسئله كلها. ويعني كان في حاجه كنت ناسيها كنت عايز افتكرها، لو انت عندك مشكله في اي اكونت بتابع الحاجات اللي هي الشغل والكلام ده كله كلمني، وانا هبعت لك رقم حد يشغلك ويفتح لك الاكونت لو واخد بلوك نهائي ولا واخد اي حاجه. فكل ده انا تحت امركم فيه طبعا، ولو في اي مشكله كلمني وانا هفيدك، ولو عايز تنزل شغل كلمني وانا هفيدك باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما تنساش تصلي على النبي.